بسم الله الرحمن الرحيم. المنصات بتتنافس عشان تنزل حاجة أفضل من التانية. جوجل راح منزل حاجة كده حلوة، تعالوا نوريكم بنعمل ايه. بندخل على جوجل هنا، بنقف هنا، بنقف هنا، عندنا كليك يمين، بدوس هنا على اوبن ريدنج مود، بتدين هنا بيفتح لي صفحة. الصفحة دي اللي على الجنب ده بيقول لي انت عايز ايه مثلا، باجي اقول له على الطريق الدايري مثلا، يجيب لي كل حاجة عن طريق الدايري، ايه اخر الاخبار اللي حصلت، مصر مش عارف مين مش عارف ايه، طب في فيديوهات المترو يصل للدائري مش عارف خلال 6 محافظات مصر، يديني اخبار عن كل حاجة عن طريق الدايري، الحاجات مثلا الجديدة اللي هتتعمل، تمام، اي اخبار حصلت النهارده او كده، ويقعد يكتب وانا ممكن ادخل على اي حاجه، يعني مش حاجه اقبض على صاحب سهر برضه، حاجات كتيره جدا. طب حتى الاسئله الشائعه يبدا يديها لك. طب لو انت حبيت تدخل على اي حاجه بتضغط عليها عن طريق اليد دي وخلص الموضوع. برضه اي حاجه تانيه هنا انت عايزها برضه هنا هتلاقيها موجوده. حبيت تخلص من الموضوع ده بتدوس على اكس هنا وتبدا تدخل مثلا على اي حاجه تانيه، مثلا زي بطاقه الائتمان مثلا، بيبدا يديك كل المعلومات عن بطاقه الائتمان، عن بنوك، عن حاجات كتيره جدا انت عايزها. ودي الميزه اللي عملها، الميزه اللي عملها هنا هو ان هو بيجي هنا بيديك هنا ايه الحاجه اللي بقول لك عليها اللي هو المود الجديد، اللي هو ده اللي بيخليك تقدر هنا تعمل ايه، تقدر تدخل على اي حاجه من غير ما تبدا ايه، من غير ما تبدا تعمل بحث، ومن غيره ومن غيره الكلام ده. عايز الكلام ده، عايز عربي انجليزي، عايز الكلام ده كله، كل الكلام ده بيكون موجود. هنرجع مره تانية للصفحه الاولى اللي كنا واقفين عليها عشان اوريك يا صاحبي بس حاجه مهمه. الحاجه المهمه اللي عايز اقول لك يا صاحبي انك لو وقفت هنا عشان تحصل على المود هنا مش هتلاقي موجود، لازم تقفل الصفحه دي عشان تيجي تقف هنا وتلاقي هنا الاوبن مود اللي انت عايزها موجوده. ودي حاجه مهمه عشان بس ما تتلخبطش فيها. ده كل حاجه عن الميزه الجديده، واي ميزه تانية تنزل ان شاء الله بقولها لكم. شكرا لكم وربنا يوفقكم.